دلوقتي نبدأ نكمل كلامنا. تمام، هنتكلم عن الميكانيزمات، واتكلمنا عن 5 ميكانيزمات اللي هو الفري دراج ميكانيزم، قلنا ده مش مقبول. البنتريشن انهانسنج افكت اللي هو بيكسر بس المونومر بتاعت البصوم هي اللي بتعمل بنتريشن انهانسنج. التاني الفيزيك اللي هو بيحصل له بيمتد او بيكبر بيزود السطح اللي هو بيسمى انتيميت كونتاكت اور دايركت ترانسفير، يعني بيزود الكونتاكت او الدايركت ترانسفير اللي هو انتنيل. الانتركت فيزيكال اللي هو بيعمل زي ترانسفروزومز اللي هو يعدي بنفسه. التارجت اللي هو يعدي من الابندجل اللي هو يعدي من النير فوليكل مثلا او يعدي من اي ضغط موجود عندنا. انا لما نشوف كذا حاجه كده مهمه جدا على الميكانيزمات دي، بقول لك الميكانيزم اللي هو فيه اللي هو بيكون الرول بتاع الترانسديرمال دراج ديليفري اللي هو توصيل الدواء عبر السكن، بيقول لك الاثنين والثلاثه والاربعه. الاثنين ده اللي هو ماشي والثلاثه ماشي، احنا قلنا بينفع، والاربعه ممكن ينفع. طب ليه الخمسه الاثنين وثلاثه واربعه؟ ليه الخمسه مش حلو، يعني مش مظبوط معايا، مش بيوضح الرول؟ لكن الخمسه احنا بيعدي من الهير فوليكل، بيعدي من الدكت. فعرفنا بعد قبل كده ان الحاجات دي يعتبر 1% من السكين سيرفيس. فانت دلوقتي تقول لي ازاي بيعدي البنتريشن انهانسر بيزود الدراج ديليفري هو بس بيمثل 1% من السكين، فده مش هينفع، مش هنقبله كحاجه ترانسديرمال دراج ديليفري. بقول لك اللي بيوضح فيه حاجه اسمها ميكانيزم اوف نورمال لايبوسوم 2 و3 و5. 2 ماشي لايبوسوم ماشي ممكن نعمله، 3 ماشي و5. طب 4 ليه ما ينفعش نورمال لايبوسوم؟ لك الأربعة ده حاجه ده تبع فانكشن بتاع الترانسفروسومز، يعني ده فانكشن للترانسفروسومز مش نورمال لايبوسوم. ماشي يا سيدي، احنا كده تمام لحد دلوقتي. خش بقى اقول لك الميكانيزم اوف ترانسفورمز الترانسفروسومز ممكن 3 و4. مش الثلاثه اللي هو قلنا بيغير شكله، ترانسفورم رقم 3 دول قلنا هو بيمد شكله عشان يزود السيرفس اريا اللي بيمثلها الدايركت كونتاكت بتاع الدراج للسكن. ماشي، برضو الزينوفوبيا اللي هو بيمتد برضو او بيغير شكله عشان يعدي. طب ده برضو مش قلنا هو بيعدي اللي هو 5 ده، ممكن نعتبره برضو مش مشكله. خلي بالك هو بيقول لك جيف لوكال افكت، رقم 5 ده بيقول لك اللي هو التارجت ديليفري تو ذا سكن ابنديتش، بيقول لك جيف local effect in treat of acne vulgaris. ايه ده، مش احنا قلنا اللي هو بيعدي من skin appendages؟ طب ازاي بيديني local يعني في المنطقه دي بس؟ طب تعالى نفكر فيها كده، مش احنا قلنا ان السبيشال جلاند موجود عند الهير فولكل، ودلوقتي التارجت ديليفري تو ذا سكن appendages دي بتعدي من الهير فولكل، فهي مش هتعدي من اي منطقه خالص، هي هتروح تعدي من الهير فولكل بس، هتروح تبقى متركزه على السبيشال جلاند، هتعالج الاكني فولجارس. يبقى كده احنا كل حاجه كده نحطها في دماغنا وهنلاقي الموضوع سهل ويتفهم. خش بعد كده ايه، احنا كنا وصلنا لحد فين؟ اللي هو البيست ميكانيزم اوف ترانسديرمال دراج ديليفري اللي هو رقم سي، يعني اكتر واحد مناسب او حس اللي هو مظبوط في النظريه دي كلها هو النظريه رقم سي او الميكانيزم رقم سي اللي هو فيزيكال ابزوربشن وادهيشن اند مي بي انفيوجن وذ سكن سيرفيس، ده اكتر واحد مناسب. بيقول لك وي ماست بوت ايثانول وذ لايبوسوم بيكوز ايثانول سولوبلايز ذا فيهيكل. بيقول لك ما ينفعش تحط ايثانول في قلب التحضيره بتاعتك عشان الايثانول ده بيدوب الفيهيكل. ايثانول بيدوب الفيهيكل، تمام، اللي هو الفيكل المفروض بقى الفيكل هنا يعتبر ايه اللي هو الليبوسوم، يعني الفيكل دلوقتي الدراج موجوده في الليبوسوم. لما الايثانول يعمل سابلايز للليبوسوم دي، يبقى احنا كده كل الميكانيزمات اللي احنا بنتكلم عنها دي خلاص راحت، وبقى اي دراج عادي موجود على السكن. لك الميكانيزم رقم 3 و4 و5 بيفقد الافكتيف بتاعته لو هو موجود، الافكت بتاعه لو هو موجود في اوينت او كريم او جل. طب ايه ده بقى؟ بقول لك الميكانيزم رقم 2 ما بيفقدش الميكانيزم بتاع الدراج الطيب ما بيفقدش. طب تعالى ازاي نعرف ازاي 3 و4 و5 بيفقدوا والاثنين ما بيفقدش؟ اولا لما يكون الليبوسوم ده موجود، الليبوسوم موجود في كريم او انتمنت، فانت بتعيق الحركه بتاعته، مش هيبقى متحرك بسهوله،
رقم مثلا رقم 3 بقول لك هو بيطور نفسه، رقم 4 بقول لك ان هو بيتحرك بنفسه، رقم 5 برضو اللي هو بيتحرك عبر الهير فوليكل. بقول لك دلوقتي انت رقم 3 4 و5 دلوقتي انت عملت لهم اعاقه، طب رقم 2 ليه ما عملش ما عملتوش اعاقه او ما قال ما عملتش الافكت بتاعه؟ قال لك مش دلوقتي الاكزام ده اصلا قلنا ان هو بيتكسر بره في الرقم 2 او البيتريشن انهانسنج افكت، هو بيتكسر بره اصلا، فانا مش او كده كده الجزئيه بتاعته هي اللي بتعمل الافكت، فهو اللي موجود في اوينتمنت او موجود في كريم او موجود في جل فمش هيعيق الحاجه بتاعته. طب دلوقتي انت بتقول لي الليبوسوم دول الليبوسوم مش هيشتغل في معظم الحاجات ديت لو موجود في كريم او اوينتمنت او جل، طب انا احطه في ايه؟ طيب قال لك احسن حاجه عشان تحطها تعمل فيها الليبوسوم تحطه في لوشن. تمام، بقول لك عشان اوردر تو عشان تكون الليبوسوم ات شود بريزنت ان ليكويد ميديوم، معروف انت عايز تحط تكون الليبوسوم لازم تحطه في ليكويد في ميه، عشان تحط الدرج في قلب الليكويد عشان تحطه في قلب الكور. ما هو هو يعتبر انت قلت ايه، لو انت اقول لك ايه، مش انت دلوقتي التيل هي اللي خايفه من الميه هي الليبوفيليك، فانت لازم تحطه عشان التيل دي تبدا تخاف من الميه فتبدا تجمع على بعضها وتخلي الهيد بولر هي اللي بره فتكون لي الفيسكل او تكون الليبوسوم. انا بقى بنشوف حاجه اسمها دراي سكن، سكن دي ان ايه اومينيزيشن يوزنج ديفرنت ميثود، بيقول لك ازاي برضو في ديفرنت ميثود عشان تعدي بيها الحاجه دي، اسمها باور جن، ده جهاز كده تحط فيه الكره اللي انت عايزها وتحطه على السكن وتحقن بيوصل ترانسدرمال دراج ديليفري، او انت تحط بقى حاجه تحت الجلد مثلا تحقن بانجكشن او حاجه اسمها الكتروبوريشن، ده هنعرفها بعد كده. في سكين باتش برضو هندرسها بالتفصيل لانه مهم جدا. كل الميثود دي بتدي سيستميك افكت. بعد كده حاجات مهمه جدا بيقول لك الترانسديرمال ثيرابيوتيك سيستم، ترانسديرمال ثيرابيوتيك سيستم، المهم يعني مش مهم اعرف بس المهم تبقى فاهم الحاجات اللي جواها. بيقول لك الطيب الالوان بتاع، بيقول لك ذيس ديفايس ذيس از ديفايس الاو تو جيف ذا دراج تو بيشنت، الديفايس بتاعته او الطرق اللي انت بتدي بيها الدراج للبيشنت. بقول لك هما نوعين اتنين، اول نوع اسمه controlled the rate of the drug release، تاني نوع controlled the rate of drug absorption. بص هو اول نوع ده موجود في الكتاب بطريقة يعني مثلا احسن في الشرح بتاعه لما نيجي نشرح عليه. بقول لك اول نوع اللي هو controlled the drug of drug controlled the rate of the of drug release، بقول لك بيسموه في مكتوب في الكتاب allow to skin تو كنترول ذا دراج ابزوربشن، يعني بتخلي السكن هو اللي بيعمل الدراج ابزوربشن. بس تعالى خلينا كده بنفس النظام ده اللي هو موجود ده هتلاقي عشان هنسكمه تسكيمه تلاقي ده اسهل. كنترول ذا دراج ذا ريت اوف دراج ريليس، اللي انا بقوله كده مالكش دعوه بالاسم خالص، هنسكمها زي ما احنا نقول كنترول اوف دراج ريليس يبقى الريليس هو الكتير، سكمها كده كنترول اوف ذا دراج ريليس يبقى الريليس هو الكتير، كنترول اوف ذا ريت اوف دراج ابزوربشن يبقى الابزوربشن هو الكتير. تعالى بقى نشوف ايه اللي مكتوب. بقولك ان in the system the skin controlled of the drug absorption not the device، تمام هو نفس الكلام اللي احنا قلناه في الاول. بقولك اللي هو rate of the release rate هو الاكتر، بقولك base is higher than the absorption rate، تمام. بقولك absorption is the rate limiting step، تمام rate limiting step، تمام. يعني دلوقتي انت الريليز بتاع انت تجيب الباتش ديت او تجيب اي حاجه بتعمل ريليز للدراج على السكن بكميه كبيره جدا، والكميه اللي بتمتص تبقى بطيئه، فاللي بيتحكم في الامتصاص في الامتصاص بتاع الدواء هو السكن مش انت. طب وده ده بيعمل لي مشكله في ايه؟ احنا قلنا مش دلوقتي ان في مثلا الجلد بيختلف من مكان لمكان، وقلنا مثلا ممكن يختلف الجلد من اكيد الجلد بيختلف من طفل عن اللي هو عن ادلت عن واحد عجوز، كل ده بيختلف في رينج كبير قوي من الاختلاف. فدلوقتي ممكن انت تجيب باتش عادية معمولة للكبار فبتعمل ريليس كتير وتحطها لطفل، فاكيد هتطلع كتير جدا، والسكين بتاع الطفل بيمتص بسرعة كبيرة جدا، بيمتص بسرعة لان يعتبر السكن بتاعه مش كبير فيمتص بسرعة فيدي ممكن توكسيك افكت. تاني يبقى دي المشكلة بتاعت الايه الكنترول ذا دراج كنترول ذا ريت اوف دراج ريليس، ان في فاريابيليتي في اسمها بيسموها انتر سبجكت فاريابيليتي بتاعه السكن، ممكن سبب توكسيك
او ممكن ما تعملش الافكت الافكت اصلا لو هو كان موجوده على سكين سميك. نخش بعد كده حاجه تانية اللي هو كنترول ذا ريت اوف دراج ابزوربشن. يعني الابزوربشن هو الكتير، يعني الريت الدراج ريليس هو صغير، يعني اللي بيتحكم في مرور الدواء هو دراج ريليس، يعني انا اللي اقدر اتحكم في مرور الدواء، فده يبقى احسن بالنسبه لي من التاني. خش بعد كده بقى على حاجه اسمها الترانسديرمال ثيرابيوتيك سيستم اللي هو الباتشات. هنتكلم عن الباتشات. بيقول لك الديزاين فيتشرز بقى او والاوبجكتيف او ذا ريت اوف كنترولينج. تعالى نفهم كده دلوقتي. انا معايا بادج، انا البادج ليه؟ اعمل البادج ديت عشان اتحكم في الدراج ريليز. يبقى اول حاجه لازم يكون بيخلي لي البادج اللي انا بعملها دي في الديزاين بتاعها اعمل لها ديزاين اللي انا اتحكمني في الدراج ريليز، اللي هو بروفايد كنترولنج ريت اوف ديليفري تو انتاكت سكين اند ابزوربشن انتو ذا سيستميك سيركيليشن. دي اول حاجه، دي اول حاجه في الديزاين. طب دلوقتي انا عملت كده تمام. تاني حاجه اعمل السكن اللي هي اعمل التحضيره او اعمل الباتش دي اللي هي تخلي الدواء اللي معايا ده يعدي السكن. ما انا عايز اعمله ترانسديرمال، يبقى it should have proper physicochemical properties to permit drug release and partitioning into the serum core، اللي هو اخلي الباتش بتاعتي تطلع لي الدرج وتعمل له ريليس في السيرتون كورنيا. دلوقتي انا عملت ريليس في السيرتون كورنيا، اكيد انا مش عايز يرجع تاني، فبتخليها شود انشور وان واي ريفلكس. دلوقتي انا عملت عشان اتحكم لي، عملت عشان يطلع لي الدرج ويخليه يمتص في السكن، عملته عشان ما يرجع يعمل وان واي فلكس عشان ما يرجعوش تاني. بيقول لك الثيرابيوتيك ادفانتج اوفر، يعني بيقول لك انت دلوقتي لما بقول لك مش انت تعمل الحاجات دي كلها، يعتبر ديت حاجات غاليه بتعملها. بقول لك لازم ما تعمل حاجه دي يكون في فرق ملحوظ او في فرق كبير ما بين التحضيرات العاديه، عشان ما تبقاش كلفت نفسك حاجات كتيره في الشركه، ويعتبر تحضيره ما بقتش افكتيف قوي عن العاديه. فالعاديه بالنسبه لك احسن، هتوفر فلوس وهتوفر على المريض وهتوفر على الشركه وهتوفر على كل حاجه. بقول لك بعد كده لازم يكون بتلزق طبعا الفيكل والاكتف كونستيت وانت ما يكونش اريتنت، ده اهم حاجه. لو ما ينفعش تحط حاجه للسكين تعملها اريتنت او تعملها الرجيك الباتش. بقول لك ايه، لما تشيل الباتش شود بي ادهير ويل، يعني انت لازم الباتش ده يكون بيلزق كويس لحد ما ايه، لحد ما الباتش يخلص كل الدواء اللي فيه او يخلص الجرعه اللي انت بتديها له. بقول لك ما ينفعش يكون يسمح للبكتيريا ان هي تمر ايه، تعمل تتكاثر ما بين السكن والباتش. اول حاجه بقى هنتكلم على نوع الباتشات. هنتكلم عن حاجه اسمها ممبرين مودريتد سيستم. الممبرين مودريتد سيستم ديت طب بصوا احنا هنخليها احسن في ريكورد تاني لوحدها عشان برضو الوقت.